للفريق ميلود حمدي من مواليد فرنسا على كل، وهو جزائري بطبيعة الحال. والدخول تحت قيادة حكم المباراة السيد محمد كيطا. نعيش وإياكم هكذا هذه الأجواء والمباراة. إذن تأخرت نوعا ما بحوالي 6 دقائق المباراة، وتنطلق كان من المفروض أن تنطلق قبل من هناك لمصلحة اللعب. شوف الخطورة بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة. أوه، الحكم يقول ما في ولا شيء، الحكم يقول ما في ولا شيء على إثر هذه المحاولة. الكرة ما هي؟ التبادل السريع والتسديدة، لكن الكرة بعيدة، بعيدة هذه الكرة وضربة مرمى لمصلحة اتحاد العاصمة. وتصفيقات حارة هكذا جديد لفريق غوريا. كانت خطيرة، كانت خطيرة. حاول غورماهيا يرفع كورته مرفوعة جميلة والرأسية. ممتازة لكن سيماموش، يا سلام عليه، كبيرة داخل المنطقة. مفتاح يرفع كورته عالية من هناك، الرأسية وفي نهاية المطاف الدفاع يبعد هذه الكرة، يبعدها، تعود من جديد لفريق اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة انطلاقة خطيرة على الجهة اليسرى لمصلحة فريق غورماهيا. كرة مرفوعة وعالية، يتدخل الدفاع. كاد أن يفعلها كيكان، هي لمصلحة فريق غورماهيا، وكرة مرفوعة وعالية. مرة أخرى، مرة أخرى. ملعوبة مرفوعة والدفاع، الدفاع، وتعود من جديد الخطورة هكذا في نهاية المطاف. الحكم يعلن على ما أظن. كرة ملعوبة وعالية من هناك، وتبقى الكرة عند عناصر فريق اتحاد العاصمة، والكرة من بودربال، بعيدة هذه الكرة، كان بإمكان، عالية ملعوبة جميلة. تضيع، تضيع سرعة الانطلاقة فعلا ممتازة. والتدخل فعلا كان قويا على اللعب، والخطأ زائد البطاقة الصفراء، الخطأ زائد البطاقة باتجاه هذا اللعب الخطير. كهطا كهطا كهطا، المحاولة ويرفع كورتو وحذاري. كاد أن يفعل عناصر فريق اتحاد العاصمة، والمحاولة عرجي ممتاز، عرجي ممتاز، والكرة تمر. أول لقطة لعرجي، تبادل كروي وكاد أن يفعلها. كان تبقى الكرة خطيرة. الخطأ الفادح، ولكن عودة صاحب التجربة، عودة صاحب التجربة أن يصل. كرة مرفوعة والخطورة. فرصة، فرصة، فرصة ضاعت فيها. على كل إن تبقى الخطورة. يايا يايا والمحاولة، يايا يرفع كورتو، فرصة، فرصة. خطيرة بالنسبة لفريق غورماهيا. غورماهيا التسديدة. يا سلام، يا سلام عليك يا حارس، يا سلام عليك يا زيماموش. كرة بعيدة من زيماموش، طويلة الكرة والخطورة، واللاعب كان في وضعية تسلل على ما يبدو. اللاعب كان في وضعية تسلل. هكذا حكم المباراة يعلن على نهاية المباراة بالتعادل السلبي 0-0 بين فريق اتحاد العاصمة وغورماهيا. والروح الرياضية العالية